أخبار اليوم. شهر رمضان في النمسا. للنمسا مكانة خاصة في تاريخ العلاقات بين المسلمين والغرب، حيث كانت أبواب النمسا مسرحا لمواجهة عسكرية بين جيوش الدولة العثمانية وبين الجيوش النمساوية، وهي المعركة التي شهدت تراجعا لجيوش العثمانيين وأوقفت فتوحاتهم في أوروبا على منطقة البلقان. وعلى الرغم من هذا التاريخ الحربي، إلا أن المسلمين في النمسا يعيشون حياة طبيعية نسبيا، لكنهم بالتأكيد ينتظرون شهر رمضان من أجل تذكير أنفسهم بقيمهم الإسلامية وبالعادات التي تركوها في أوطانهم الأصلية. ويقبل المسلمون في النمسا على المساجد بكثافة، وذلك من أجل أداء الصلاة وبخاصة صلاة التراويح والاستماع إلى الدروس الدينية. ويبلغ عدد المساجد في عموم النمسا أكثر من 50 مسجدا، وتقدم المساجد البرامج الدينية المختلفة، فهناك من يعتمد على الدعاء المقيمين في البلاد، وهناك من يستقدم الدعاء من البلاد الأخرى مثل الدعاء الأزهريين من مصر. وتتعدد المراكز الإسلامية في النمسا، فهناك المركز الإسلامي في فيينا واتحاد الطلاب المسلمين، كما أن هناك المراكز الإسلامية المختلفة التي أنشأتها الجالية التركية. ولا تقتصر خدمات المراكز الإسلامية في النمسا بصفة عامة على البرامج الدعوية، وكذلك تقديم الذبائح المعدة على الطريقة الإسلامية. وفي الاحتفال بعيد الفطر تتفق المراكز الإسلامية على أداء صلاة في المراكز الإسلامية في فيينا، وذلك فيما يمثل احتفالية يتجمع فيها أفراد الجالية الإسلامية عامة، ويعطون خلالها الأطفال فرصة الإحساس بالعيد وبهجته، تعويضا لهم عن قضائهم في بلاد الغرب بعيدا عن التقاليد والعادات التي تتبعها المجتمعات الإسلامية المختلفة في أوطانهم.